هنروح لمحمد الباز والكابتن محمد دورك جاي في النقطه دي لانه مهم جدا. نروح نستقبل مع حضراتكم نجمنا الكبير محمد الباز، يعني طبعا بالتحليلات والارقام والاحصائيات عندنا لمنتخبنا الفتره الجايه. نشوف مع حضراتكم. باز بنرحب بيك، منورنا ومشرفنا في المحترف. اخبارك ايه؟ كله تمام كابتن هاني، مساء الفل وحشنا، ومساء الفل على الكباتن. يعني احنا في اجواء طبعا بطوله امم افريقيا، الاجواء شويه حاسينها بعض الحزن من صوت الشارع زي ما حضراتكم وصفته بالظبط كده. فحابين نقول ان احنا شفنا مباراه امبارح امام غانا، شفنا شوط تاني مختلف تماما عن الشوط الاولاني، علشان كده عايزين نربط الارقام بالفنيات. طب باللي احنا شفناه. لسه هسالك، احنا واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه ما بيكونش طبعا الارقام يعني بعض الاحصائيات بتطلع على الشاشه لكن ما بتعكس، لكن كنا الحقيقه سعداء بين قوسين كده عوده الروح للمنتخب وعوده الاصرار والعزيمه امام منتخب غانا. لكن على مستوى الارقام، هل ده فعلا كان حاصل حتى على مستوى الارقام من خلال متابعتك لمنتخبنا؟ بكل تاكيد، يعني عوده الروح فعلا في الشوط الثاني غير مسار المباراه، عكس كل الارقام الفنيه. يعني حتى لو احنا عملنا مقارنه بسيطه ما بين احصائيات وارقام الشوط الاول مع احصائيات وارقام الشوط الاول الشوط الثاني لوحده، هنشوف شوط ثاني مختلف تماما. يعني عوده الروح والتحركات والربط ما بين الخطوط والعزيمه اللي شفناها ديت، لا عكس، خلى بقى عندنا نسب تسديدات على المرمى اكثر، فعاليه اكثر، تهديف بكل تاكيد. خلى عندنا طبعا من ناحيه بقى التاكلينج والاعتراضات وقطع الكوره، وان احنا نكمل، وان احنا يبقى في سرعه وفي معدلات جري اسرع، شفناها من امام عاشور حتى من عمر مرموش. كل اللي احنا شفناه في الشوط الثاني دوت يا كابتن هاني اتعكس بالارقام. طيب خلينا نبص كده معاك، نبص مع بعض الارقام، نستعرض مع بعض احصائيات الشوط الاول لوحده ماشي، ونبص بعد كده احصائيات الشوط الثاني لوحده، يلا وهنترجم ده كله بالارقام اللي حصل فعلا على ارضيه الملعب. تمام، هنستعرض مع بعض احصائيات الشوط الاول. الشوط الاول طبعا كان شكل مختلف تماما، احنا طبعا خرجنا خسرانين 1-0 زي ما احنا عارفين في الدقائق الاخيره. بالنسبه للاخطاء عايزين كميه، ايه رايك نبدا بالحالات الاول؟ بالحالات نبدا بالحالات الاول عشان كمان يبقى خلي الارقام في الاخر عشان نربط الشوط الاول والشوط الثاني. طب نبدا بس بالحالات الاول يعني. طيب بالحالات، احنا لو هنتكلم بقى على الحالات عايزين نشوف ايه اخطائنا، ايه المشاكل، ايه اللي فعلا اثر علينا، طبعا بجانب العزيمه والروح اللي طبعًا احنا طبعًا اللي احنا كنا يعني كل الروح والعزيمه، لكن لازم يكون برضو في تكتيك وفي شكل التزام معين يعني. اكيد احنا من اهم نقاط الضعف او معظم اخطائنا كانت الربط ما بين نص الملعب يا كابتن هاني وما بين طبعا خط الدفاع. ما كانش في ربط بشكل كبير جدا، كان في مساحات، ما كانش في بيرنج وكوميونيكيشن حتى ما بين الاثنين قلوب الدفاع مع حتى السته مع النني، او حتى التغطيه العكسيه او التغطيه اللي احنا شفناها حتى من حمدي. خلينا نبدا في، طيب ده هدف موزمبيق. موزمبيق زي ما احنا شايفين كده كابتن هاني، بص نص الملعب من عند الدايره، من عند اخر لعب، من عند حتى النني هنا في رقم 17، في مساحه كبيره جدا، في فجوه كبيره جدا، في ضغط حتى من لعيبه موزمبيق، قطعوا الكوره راحوا خلاص. الكوره على فكره دي كانت ملعوبه طبعا، الكوره دي اللي عدت اعتقد ثرو باس وعدى، اعتقد ده اللي عمل تاكلينج ده عبد المنعم اعتقد مظبوط، وبعدين كمان الحجازي كمل وعمل تاكلينج وما قدرش يعني ما قدرش يوصل للكوره. بالظبط هنا بقى الربط، يعني هنا شايفين عبد المنعم فين، شايفين حتى التغطيه بتاعت النني، يعني عدم التنظيم الدفاعي جديد. على مستوى الدفاع وعلى مستوى خط النص كان جزء باين جدا جدا في مباراه موزمبيق وخاصه في الهدف ده. مظبوط، وده الهدف وده اللي احنا اهم مشاكلنا. طبعا عارفين هنتكلم في الحلول بتاعتها والتشكيله المفروض نبقى يعني الافضل مين اللي هو يقدر يغطي تمام. المساحات الكبيره نشوف اللي نكمل اللي بعده. طيب انا عايز بقى اتكلم على ماتش امبارح يا كابتن هاني. ماتش امبارح في الدقيقه 2 تقريبا ما حدش برده خد باله عشان الماتش كان سريع جدا، في الدقيقه 2 في بدايه المباراه نفس الكلام نتكلم فيه، وقوف النني نص الملعب فيه فجوه كبيره جدا في الربط اصلا، ده لسه بنعمل بيلد اب بشكل يعني سهل جدا، تم الضغط من 3 لعيبه على انا هنا معانا في الحامل الكور، يعني كمل الصوره اللي بعدها. امام عاشور ده اعتقد امام، بالظبط امام عاشور كمل الصوره، اتقطعت خلاص، ارتدوا بقوا 3-2، يعني الكره لو في فيديو احنا بنتكلم لسه في الدقيقه 2. طيب ده طبعا خطر قوي لانك انت لسه في بدايه المباراه وبتبني من تحت، والتوظيف او المساحات مش متاحه، مساحه التمرين مش متاحه لامام عاشور، نتيجه ان يمكن
النني مش في البوزيشن بتاعه، وحجازي ما ظهرت بشكل سريع فاتقطعت الكوره. مظبوط. يعني لو نرجع للصوره اللي قبلها زي ما احنا بنقول، حتى النني هنا فتح زوايا التمرير، انا عندنا في كام واحد خلاص هنا، الراجل بتاع غانا قافل زوايا التمرير هنا، طب نص الملعب، طب نقرب رقم 4، او حتى النني كان ينزل مع اللاعب عشان طبيعي طبيعي جدا عنده حلول. خلاص هو دلوقتي عبد المنعم مقفول عليه، وانت بتتكلم حجازي المفروض يظهر بشكل افضل، يطلع خطوتين، يطلع خطوتين عشان يبقى فيه، يا اما النني من الاول خالص يكون ما بين عبد المنعم وما بين حجازي عشان هو اللي ياخد الكوره. فانت بتتكلم على التمركز حتى في بدايه المباراه ما كانش مظبوط على المستوى الامس. طيب مظبوط. بعده يعني نكمل خلاص، نعدي كمان دي خلاص اتقطعت زي ما قلنا، نكمل بعد كده نفس الكلام في الهدف بتاع غانا، نفس الكلام يا كابتن هاني، كان في مرتده برده هنا النني في نص الملعب، الكوره دي اتنزلت اتاخدت على طول من لاعب غانا وهنكمل داس على الكوره وراحت طبعا لعبها يعني تمام بينيه. نفس الكلام، انا بص بقى هنا الصوره الكاد هنا بيوري الشكل اللي احنا بنشرح فيه، الاخطاء هي متكرره في الماتشين، نفس الشكل بنشوفه، الربط ما بين خط الدفاع خط الوسط تغطيه المساحات دي كلها سهلت على الخصم ان هو يقدر يلعب البينيه، باص واحد يعني ضرب بيهم حجازي وعبد المنعم. مظبوط. الشكل ده لسه شايفينه من شويه في ماتش موزمبيق، نفس الكره اتلعبت بينيه او اسلوب باص واحد. طيب بما ان اتكلمنا في الحالات نربط بقى، خلاص خرجنا من مباراه مصر علشان احنا حتى بالارقام لما يجي نستعرض الارقام عشان ما ننساش الصور، هنربط بقى مقارنه رقميه ما بين لعيبه نص الملعب عندنا من اول ما البطوله بدات، تمام، علشان نشوف مين الافضل ان هو يقدر يغطي المساحات ديت ويقفل ويقدر يلعب بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه بشكل افضل من كده. لو عندنا الارقام ممكن يعني نستعرض مع بعض مقارنه رقميه ما بين خطوط نص الملعب عندنا، ما بين النني، ما بين حمدي فتحي، ما بين مروان، وحتى ما بين مروان عطيه. احنا بنتكلم على امام عاشور يا كابتن هاني، يعني بالدقايق حتى لعب 122 دقيقه حتى الان، محمد النني. طب خلينا قبل ما نخش على المقارنات دي نبدا بالمقارنه اللي انت قلت لي عليها، الشوط الاول. اوكي الشوط الاول. طيب امام عاشور جاهزه؟ طب نبص على امام عاشور، نشوف ارقام امام عاشور في المباراه، مباراه غانا امبارح. طبعا اتفضل. طبعا دي طبعا احنا قلنا امبارح ان افضل ارقام في المباراه كانت امام عاشور وعمر مرموش، بالتالي هما لازم ياخدوا حقهم طبعا من الدقائق. طبعا لعب 90 دقيقه، التمريرات كانت عند امام عاشور امبارح وسط لدقه 81%، عمل تمريره مفتاحيه طبعا صنع بيها بشكل يعني سبب فيها فرصه خطيره جدا، التصويبات كانت فيه 2 تصويبتين على المرمى منهم 2 اون تارجت، في انا عارف ان هما ما كانش الدقه او ماشي على الاقل القوه، ولكن حاول ده سلاح وحاول فيه الحقيقه يعني. واحنا زي ما حضرتك بتقول الارقام دايما مش هتعكس اللي احنا شفناه بالظبط، لان بالزبط. امام اصلا كان في سبرنت وفي يعني مشوار كبير جدا قطعه، فبالتالي لما وصل عند المرمى فحتى كان تعب يعني قبل ما وصل خلاص فقد يعني التحامات كبيرة. كمان الارضيه 14 بالظبط، رقم كبير طبعا، رقم كبير منهم 6 يعني بشكل ناجح. طيب بعض الناس كانت بتقيمه ويقول لك يعني بعض المواقع كتبت ان امام عاشور اسوء لاعب في مباراه غانا، كل التقييمات على مستوى نتكلم على الصحف العالميه دلوقتي، بنتكلم على بعض المواقع المتخصصه في الارقام والاحصائيات، انا شايف ان تقييمه 7.1، رقم كويس جدا. طبعا حضرتك قلت يعني احنا بنتكلم على ناس متخصصه في الارقام والاحصائيات بتربطها طبعا معدلات الجري وبالرؤيه الفنيه في ارض الملعب، الكلام ده بيعكس تماما مجهود والاداء اللي ظهر بيه امام عاشور امبارح رقميا حتى فنيا، لا على اعلى مستوى طبعا. احنا يهمنا الارقام الصحيحه، الارقام اللي فعلا عكست المجهود اللي عمله امام عاشور، لا ننظر لاي ارقام او اي تقليل من اي مجهود لاي لاعب، لان احنا لا طبيعي عندنا الارقام لغه الارقام بيكون الناس بتشتغل بسيستم كل نفس الأرقام كل بالزبط. نفس بتنفسه اللاعب دلوقتي محسوب بتاكينج يعني. محسوب بيترجم برقم وعايز تشوفه في ارض الملعب ما واضح يعني، حتى التقييم هو 7.1 الالتحامات الارضيه زي ما قلنا، لا يعني امام عاشور امبارح ظهر بشكل رائع جدا. طبعا عندنا ايه تاني؟ عندنا مين تاني؟ عندنا عمر مرموش، يعني لو احنا ممكن نستعرض مرموش جاهز يا شباب. يعني عمر مرموش بقى يعني احرز هدف، عمل تمريرات مفتاحيه امبارح 3 تمريرات مفتاحيه، يعني لا عمر مرموش بقى شفناه بشكل تاني، محاولات على المرمى كان في 4 محاولات على المرمى، 4 تسديدات على المرمى، كان منهم 2 اون تارجت، طبعا لعب 89 دقيقه، احرز هدف طبعا زي ما احنا شفنا امبارح. هي في بس كلمه الاهداف دي مكرره، دي تسديدات، دي التسديدات، لا دي التمريرات يا كابتن، تمريرات بدل الاهداف، ده التمريرات عنده 19 تمريره منهم 89% صحيح. يعني نسبه التمريرات عنده عاليه جدا، وصلت يعني 90% صحيح، وصلت 90% يعني من التمريرات اللي عملها. بالنسبه للعرضيات عمل امبارح 4 كروس منهم واحده كانت سليمه، المحاولات على المرمى زي ما قلنا في 4 منهم 2 اون تارجت، حتى الدريبلينج عنده كان عالي جدا امبارح، في 7 دريبلينج عملهم منهم 5 بشكل ناجح،
بنتكلم على الافتكاك الكره حتى والاعتراضات واستخلاص الكره، عمل 16 واحده امبارح يا كابتن هاني، منهم 11 بشكل صحيح اهو، يعني الالتحامات الارضيه، الالتحامات حتى الهوائيه 3 من 3، كمان على مستوى المراوغات، لانه برضو بيلعب في، خلي بالك المراوغات في التايد اريا، في المساحات الضيقه دي بتبقى صعبه مزبوط. جدا عمل 7، كان منهم 5 ناجحين. الحقيقه عمر مرموش كان من نجوم المباراه امبارح مع امام عاشور، مصطفى محمد وتريزيجيه، دول ابرز، اعتقد ابرز 4 لعيبه في المباراه. مظبوط، يعني حتى رقميا لو بنقارن بقى بين 4 لعيب نص الملعب بامام عاشور ومحمد نيني وحمدي فتحي، حتى مروان عطيه، مروان عطيه طبعا المشاركه مقارنه بالثلاث لاعبين هو اقل مشاركه، يعني 7 دقائق و8 دقائق اللي هو نزل فيه، ولكن هنا الارقام بتظهر لنا اكتر 2 كان عندهم الفاعليه. طب كمان عندنا مصطفى محمد الحقيقه، لانه انا في اعتقادي افضل لعيب في المباراتين، الحقيقه من افضل اللاعبين. صحيح، كمان ارقامه معانا على الشاشه. يعني طبعا هو احرز هدف، احنا طبعا هو احرز هدف في مباراه موزمبيق، عنده هدفين حتى الان، محاولات على المرمى 1، ولكن احنا شفنا مصطفى محمد كان بيلعب دور اللينك اب او المحطه بين بشكل كبير جدا، بيتحرك بيفتح بقى المساحه حتى ده اللي خلى شكلنا بتدخلات امام عاشور، حتى عمر مرموش من ناحيه الشمال، هو طبعا عمر مرموش شفناه لعب 9.5 امبارح، ولعب 9 زي ما بيلعب مع انتراخت فرانكفورت، وده اللي ظهر خطورته بشكل كبير جدا. مصطفى ساهم في كل ده بتحركاته الكبيره جدا، ويعني شفناه حتى الالتحامات الهوائيه عنده 9 عملهم منهم 4 بشكل صحيح، افساد الهجمات اهو، يعني حتى الراجل مهاجم بيرجع وبيفسد هجمات او بيعمل تاكلينج او اعتراض، التقييم وصل ل 7.3. طيب عايزين نشوف بقى الفرق، انت قلت في فرق كبير جدا ما بين الشوط الاول، وكلنا شفنا الفرق الكبير ما بين اداء منتخب مصر في اول 45 دقيقه والاداء في الشوط الثاني، بلغه الارقام قالت ايه في الشوط الاول؟ الشوط الاول كان عندنا بالنسبه للتسديدات على المرمى، هو هنا طبعا احصائيه ارقام الشوط الاول، خرجنا خاسرين 1-0، انذارات طبعا، احنا شفنا الاخطاء اللي لعبنا فريق، انا كابتن هاني شفناه امبارح كان شرس طبعا، شرس جدا طبعًا. يعني وصل ل 11 خطا وكان منهم يعني ما فيش يعني انذارات بشكل كبير، هو انذار واحد بس. بالنسبه للركنيات، ركنيه مقابل ركنيه لمنتخب مصر، التسللات حتى منتخب مصر ما وقعش في اي تسلل، هم وقعوا في تسلل واحد، تسديدات هنا بقى التسديدات على المرمى، احنا بنتكلم هنا في 11 تسديده لمنتخب مصر، يعني وفي هناك يعني مش 11 تسديده، معلش سوري، هي دي واحد تسديده واحده، تسديده واحده اون تارجت، وهنا في تسديدتين واحده بس، واحده فيهم اون تارجت مظبوط، يعني عشان بس نوسع المسافه بالزبط. هو مش 11 مزبوط. هي واحده تسديده واحده، هي واحده ما بين القائم والعارضه بالنسبه لغانا، اثنين ما بينهم واحده ما بين القائم والعارضه. طيب مظبوط، هو الشباب عملوا السبيس كده زي الفل. الاكس جي انا حتى على الفريقين ما كانش فيه محاولات خطيره او كواليتي التسديدات على المرمى، لان عدد التسديدات هي واحده بس ما كانتش خطيره طبعا، وبالتالي ما كانش فيه اي اهداف متوقعه ظاهره معانا بشكل كبير. الحقيقه كمان ده بيدل خلي بالك كمان ان حتى منتخب غانا رغم ان الشوط الاولاني خرج متفوق 1-0، لكن اداؤه الجماعي ما كانش اداء مميز، يعني مزبوط. ما كانش اداء او ارقامه فرق كتير عن منتخب مصر، عن منتخب مصر، وده اللي احنا شفناه في الشوط الاول. حتى من ناحيه طبعا الفرص ما فيش، هي الفرصه الوحيده اللي احنا شفناها الاستحواذ حتى كان منتخب مصر 53% شويه طبعا. التمريرات احنا حتى على مستوى التمريرات مش ده الرقم اللي احنا يعني المفروض متوقع، المفروض نعدي حتى ال 200 ولا 250 تمريره في شوط واحد، يعني المفروض توتال المباراه بيصل ل 500 واكثر من 500 تمريره، برشلونه تقريبا 700 وحاجه مظبوط، بنشوف ارقام كبيره جدا، وده برضو يعكس ان الكوره ما كانتش بشكل كبير جدا في رجل لاعبتنا. من الناحيه الثانيه برضو حتى غانا الارقام متقاربه شويه، 166 هي 166 دقه، حتى لغانا كانت افضل نسبيا 88%. الشورت باسس كان بالنسبه لمنتخب مصر كنا يعني متقاربين زي غانا 91% في الشورت باسس. يعني خلي بالك يعني الارقام، مجمل الارقام دي ان الشوط الاولاني شوط سيء لفريق غانا والمنتخب المصري، فرق معاهم الدقيقه 45 هدف صحيح. محمد قدوس هو اللي فرق ان غانا طلعت متقدمه، لكن اللي احنا غانا كمان في الشوط الاولاني كانت يعني بتأدي بأداء سيء جدا. طب عايزين نشوف الشوط الثاني بقى، لا هنشوف بقى، احنا خلينا نفتكر مع بعض كان في تسديده واحده. الشوط الثاني بقى هنشوف عدد التسديدات والفرص لمنتخب مصر طبعا. ده الشوط الثاني عشان بس ان مش اجمالي المباراه، طبعا الشوط الثاني خلص 2-1، هو الشوط الثاني فقط 2-1.
بالنسبه للاخطاء هم كملوا طبعا في اخطائهم كتيره 8 واحنا مصر يعني مكان 7 الركنيات 2 لصالح مصر 3 لصالح غانا حتى التسلل وقعنا مرتين هم ما وقعوش ولا مره عشان ما راحوش كتير. التسديدات بقى كابتن هاني 8 تسديدات في الشوط الثاني الواحد احنا قلنا في الشوط الاول كان تسديده واحده وكان ما بين القائم والعرض ما كانش مؤثر واحده بس يعني. وما كانش مؤثر هنا 8 تسديدات على المرمى منهم 4 اون تارجت بالنسبه 50% الناحيه الثانيه هم عندهم 4 تسديدات منهم 2 فقط اون تارجت بنسبه 50% الاكس جي هنا بدا يرتفع عند منتخب مصر ان هو كان ممكن يصل لهدفين وفعلا احرزنا هدفين بالنسبه لغانا يعني كان ممكن ما يحصلوش هدف وفعلا هم احرزوا هدف يعني ترجم بالظبط الهدف المتوقع يعني حدثت بشكل كبير وقفزت من منتخب مصر من 0.1 ارتفعت ل يعني 1.9 تقريبا بالظبط يعني هدفين تقريبا. حتى الفرص بقى احنا صنعنا هنا في 7 فرص رحنا بسبع فرص منهم 3 فرص كبيره محققه غانا 3 فرص الاستحواذ بالدقايق حتى احنا خدنا بقى كل الاستحواذ في الشوط الثاني 62% مقابل 38% الاستحواذ في الشوط الاول زي ما قلنا كان متقارب فرق 2-3% مظبوط كان لصالح مصر. حتى التمريرات يعني بدانا نتحسن شويه هو تخطينا ال 200 تمريره مسكنا الكوره بشكل اكبر على المستوى برده الشوط باص على مستوى اللونج بول لعبنا 14 لونج بول منهم 6 بشكل صحيح 43% الناحيه الثانيه هم لعبوا بس يعني لعبوا برده تمريرات طويله بشكل كبير 18 منهم 8 صحيحه العرضيات يعني الفعاليه فيها ما كانتش بشكل كبير 11 منهم 3 بشكل صحيح بنسبه 27% نفس الكلام هناك طبعا غانا هم عملوا 7 عرضيات فقط منهم واحده بس صحيحه 14% حتى الدريبلينج عندنا احنا طبعا كنا مميزين اكتر زي ما شرحنا لعمر مرموش من ناحيه الدريبلينج. الفرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني حاجه ثانيه خالص ده واضح يعني عايزين نربط بقى من بالروح والعزيمه والارقام الشوط الثاني لوحدها نشوفها بقى طبعا امام الراس الاخضر او كاب فيردي شوية يعني صورة عامة على الكاب فيردي آخر 5 مباريات آخر 5 مباريات عموما احنا شفنا آخر مباريتين بالنسبة لهم طبعا فوز وهم زي السنغال دلوقتي وكاب فيردي يعني عاملين لا طبعا كل التوفيق لمنتخبنا طبعا بنشكرك يا باز شكرا جزيلا كالعادة بتنورنا وتشرفنا شكرا جزيلا كل التوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر شكرا جزيلا.